بذكر الشطارة والنجاح، النجاح الطبيعي الجميل المستحق للناس الحلوة المجتهدة اللي عندها أفكار للخير، ده نجاح جميل وإيجابي ومفرح، مفيش حد يقدر يختلف عليه. لكن إحنا كده عندنا غيرة وحماس وشوية فرحة زيادة على أنواع معينة من النجاحات، يمكن بسبب، خليني أقول بصراحة برضو، تاريخ كبير إحنا أثرنا فيه ووقت طويل إحنا أثرنا فيه في تمكين ذوي الهمم في أماكن كتير ومؤسسات كتير، فرص عمل كتير. فعشان كده كل نجاح لذوي الهمم هو نجاح مضاعف، أولاً لأنه نجح في ظروف أصعب من الظروف العادية، وثانياً لأنه نجح رغم المعوقات اللي أكتر من المعوقات الموجودة قدام شخص عادي. النهاردة عايزة أشارككم بقصة جميلة، مش بس جميلة في محتواها ومضمونها، لكن أنا كمان عايز أشكر تحديداً كابتن خالد شلبي السباح العالمي وبطل مصر، واحد من، برضو لسه كنت بكلم حضراتكم عن المواطن البراند، واحد من الناس اللي حقيقي ذكرها مشرف. وشوف كده وتابع كابتن خالد شلبي لما يقول هعمل مهرجان، ولما يقول هنزل البحر في الغردقة، يجيب كام سباح عالمي ويقدر يتواصل مع كام حد ويتكلم عن مصر ازاي. فدول النماذج اللي حقيقي مشرفة بالنسبة لنا. ليه بقول لكم بقى على كابتن خالد شلبي؟ لان كابتن خالد شلبي هو من اكثر المتحمسين لقصة النجاح اللي احنا بنحكي عنها النهاردة، قصة نجاح محمد الحسيني، اول مساعد مدرب معترف به دوليا من الاتحاد الانجليزي لعبور المنش من ذوي الهمم. انا هقرا العنوان تاني، محمد الحسيني اول مساعد مدرب معترف به دوليا من الاتحاد الانجليزي لعبور المنش من ذوي الهمم. يعني شخص او سباح من ذوي الهمم وصل انه يبقى مساعد مدرب معترف به دوليا. الصورة الجميلة بقى دي بتجمع البطلين بتوعنا، كابتن خالد شلبي ومحمد الحسيني. وخلونا نسمع بقى من كابتن خالد تفاصيل أكتر، لأن أنا أكيد يعني مش عارف أوصف الموضوع لا بالحماس بتاعه ولا بالحب بتاعه ولا بفرحته بمحمد. مساء الخير عليك كابتن خالد. مساء الخير دكتورة دينا. مساء الخير يا فندم. الأول إحنا عايزين نشكر حضرتك لكل الجهود اللي أنت بتعملها دولياً عشان ترويج اسم مصر، وأنا عارفة حجم المجهود اللي حضرتك بتبذله عشان تشتغل في ملف بتاعك يخصك. إذا قلنا سباحة وذوي الهمم يبقى كابتن خالد. متشكر جداً، ده واجب على كل مصري إنه يشتغل في المجال بتاعه ويحاول يعمل حاجة لمصلحة البلد ولمصلحة ولادنا من ذوي الهمم. احكي لي عن قصة محمد وليه فرحتك كبيرة جدا بتمكينه انه يقدر يبقى مساعد مدرب. احكي لي يعني ايه مساعد مدرب لعبور المنش؟ مساعد مدرب لعبور المنش، محمد ابتدى حياته كرياضي في النادي بتاعه، وبعدين جات له الفرصة معايا انه يعوم في المياه المفتوحة. محمد من سنة 2013 قصة كفاح فوق العشر سنين دلوقتي مع بعض. الولد بيتدرب معايا في الغردقه باستمرار، بيحضر بطولات دوليه. ابتديت من اول ما ابتديت مع محمد انا والكابتن شروت حافظ ان احنا نعلم محمد كل حاجه اتمرنها بنكتبها له وبنقول له احنا عملنا معاك كده ليه. سبع سنين بنشتغل او اكثر من سبع سنين بنشتغل مع محمد لغايه مراحل منشف 2017 عشان يعمل محاوله فرديه. وقعد سبع ساعات في درجة حرارة 115 وقطع فوق ال 19 كيلو، فكانت بالنسبة لمحمد نصرة كبيرة إن مصري من ذوي الهمم القدرات الذهنية يستطيع إنه يقعد في المية سبع ساعات في المنش وادوله شهادة بهذا الكلام. ابتدى الحوار بيني وبين الناس في الاتحاد الإنجليزي لعبور المنش إن ليه محمد اللي إحنا علمناه كل الكلام ده وخد خبرة أكتر من سبع ثمان سنين بيتعلم، وليه ما يبقاش محمد يعترف بيه كمساعد مدرب ليا. لقناه كل حاجة وعرفناه كل حاجة الحمد لله. محمد عنده محاولة للعبور من خلال تتابع مصري ألماني لعبور المنش في شهر يوليو اللي جاي، وهيحضر الدورة النهائية لاعتماده كمساعد مدرب وخبير في سباحات عبور المياه المفتوحة وبالذات عبور المنش. فان شاء الله باذن الله دي هتكون نصره كبيره في مصر، وهيكون اول مصري من ذوي الهمم في هذا المجال مساعد للمدرب، وان شاء الله تبقى دي مش الاولى ولا الاخيره، ويطلع ولاد اكتر
وبالتنسيق مع اتحاد السباحة المصري بعد ما محمد يرجع من انجلترا ان شاء الله بإذن الله هيكون بيحضر دورات تأهيل. اتفقت مع المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد على دمج الولاد ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأصحاء علشان خاطر يبقوا كيان واحد، عشان نعلم الأصحاء كيفية التعامل، وولادنا من ذوي الهمم يقدروا ياخدوا من العلم اللي موجود في الاتحادات الرياضية ويقدروا يبقوا نسيج واحد في المجتمع، وتبقى التنمية المستدامة ماشية في خط مستقيم إن شاء الله، وبنعمل كل جديد في العالم يشرف مصر ويشرف ولاد مصر إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يا كابتن خالد، واللي حضرتك بتقوله خطوات كتير سواء تدريب وتعب وسهر وخطوات لوجستية كمان عشان يبقى معترف به بشكل رسمي. بس حضرتك قلت حاجة مهمة بس عايز أتأكد منها، في أول يونيو في محاولة ليه لعبور المنش، هو يعني بطولة أو محاولة عبور المنش ده غير نجاحه كمساعد مدرب في التمكين. مظبوط يا دكتورة، هو في شهر 7 في 7/7 في تتابع لعبور المنش، اثنين سباحين من ألمانيا من ذوي القدرات الخاصة برضه، وسباح صحيح سليم اسمه أحمد أسامة من بورسعيد، وأنا نازل أعوم أكمل التتابع مع محمد الحسيني علشان نعمل حاجة جديدة دولية وعالمية ويعترف بيها، وإن شاء الله ياخد الشهادة بتاعته ويكمل الكورس التدريبي بتاعه في إنجلترا إن شاء الله. والكلام ده كله طبعا تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والرجل الاقتصادي القدير الأستاذ طارق الطوخي، الحقيقة اللي هم بيدعموا منتخب مصر وبيدعموا النادي الأهلي، خدوا محمد كنموذج وماشيين وراه وقالوا لي يا خالد احنا عايزين نوصل بمحمد لأحسن حاجة ممكنة تحصل لواحد من ذوي القدرات الخاصة عشان يبقى نموذج ان مفيش حاجة اسمها مستحيل. بالإرادة وبالتصميم وبالحب للبلد وبحبنا لبلدنا ان احنا نرفع اسمها في كل مكان ان شاء الله بإذن الله. محمد هيكون حضرتك كنت دايما بتقولي في البرنامج بتاعك واحد ركب طلع على 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 على, على 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 السلم وواحد ركب الاسانسير. محمد الحسيني طلع على السلم الحمد لله، وان شاء الله يشرف مصر كلها يا رب. مع الوزير اشرف صبحي والاستاذ طارق الطوخي والاستاذ عمرو عثمان والكابتن خالد شلبي وكل اللي خدوا بايدين الناس عشان يطلعوهم معاهم. انا بشكرك كابتن والله خالد، والله دي اقل حاجه دكتوره بنقدمها لبلدنا، يا رب ان شاء الله يكون يا رب حاجه تبتدي والناس كلها تبتدي تفكر بره الصندوق زي ما حضرتك بتشرحي للناس وبتقول لهم ازاي تطلع بره الصندوق عشان تحقق اهدافك. انا بشكرك يا كابتن خالد، وفي انتظاركم ان شاء الله حضرتك ومحمد الحسيني هنا بعد التتابع ونسمع بقى قصه عظيمه لاستكمال مسيره النجاح دي. بشكرك كابتن خالد شلبي، زي ما بقول لحضراتكم الكابتن خالد شلبي السباح العالمي من ذوي الهمم، واحد من الناس اللي عنده الاعاقه اللي في ايده، دي اسهل حاجه تخليك تقول ان انا ما معهمش، لكن فكره التحدي وتحدي الظرف وانه سباح عالمي يكتب عنه في الجرايد العالميه وانه يمكن الناس، دي هو ده المواطن اللي احنا بنعرف نسوق بيه بلدنا ونقول دول المصريين اللي يخصونا واللي بتوعنا.